السلام عليكم. في إطار دعم قواعد الإملاء سنقوم بدراسة التنوين المقصور والمنقوص والممدود. ما معنى التنوين؟ التنوين هو وضع حركتين متشابهتين في آخر الاسم، أي الحركة الإعرابية الضم والفتح والقصر. فالتنوين هو وضع حركتين من هذه الحركة في آخر الاسم. وتنوين المقصور والمنقوص والممدود، سنتعرف على المقصور. فالمقصور هو اسم آخره ألف قبله فتح، والمنقوص هو اسم آخره ياء قبلها كسر، والممدود هو اسم آخره همزة قبلها ألف. سنتعرف على طريقة تنوين هذه الأسماء. إذن تنوين هذه الأسماء يكون أولاً جعل هذه الأسماء نكرة، جعلها نكرة أي حذف الألف والنون، ووضع حركتين متشابهتين في آخرها أو على آخرها. المثال الأول يقول: جاء الفتى المجتهد. الفتى هنا جاءت فاعل، أي أنها جاءت في حالة الرفع، وعند تنوينها ستصبح جاء فتى مجتهد. نفس المثال سيكون في حالة الجر، مثلا مررت بالفتى المجتهد. إذن الفتى هنا اسم مقصور جاء اسما مجرورا. لماذا؟ لأن قبله حرف جر. سنلاحظ طريقة تنوينه، سيصبح مررت بفتى مجتهد. بطبيعة الحال المجتهد هنا عبارة عن نعت، والنعت يتبع منعوته في حركته الإعرابية، فبالتالي هنا مررت بالفتى المجتهد ستصبح مررت بفتى مجتهد. في المثال الثالث أو في الحالة الثالثة، جاء الفتى هنا في حالة النصب، أي أنه جاء مفعولا به. رأيت بطبيعة الحال فعل وفاعل، والفتى مفعول به، والمجتهد نعت. إذن وفي طريقة تنوينه تصبح الجملة رأيت فتى مجتهدا. نلاحظ أن كلمة فتى تكررت بنفس طريقة الكتابة في جميع الحالات الإعرابية، بمعنى في حالة الرفع جاء فتى، في حالة الجر مررت بفتى، وفي حالة النصب أيضا رأيت فتى. إذن إذا جاء المقصور نكرة، القاعدة تقول إذا جاء المقصور نكرة حذفت ألفه لفظا وتثبت خطا وينون بالفتح في حالة الإعراب الثلاث. ينون بالفتح في حالة الإعراب الثلاث، سواء كان في حالة الرفع أو في حالة الجر أو في حالة النصب. هذا بالنسبة للإسم المقصور. نلاحظ رأيت المثال الثاني يقول رأيت القاضي في المحكمة. إذن رأيت فعل وفاعل، والقاضي هنا جاءت مفعول به، أي أنها جاءت في حالة النصب. وعند التنوين ستصبح الجملة رأيت قاضيا. في حالة النصب ينون الاسم المنقوص بفتحتين، في حالة النصب ينون الاسم المنقوص بفتحتين. سنلاحظ في الحالات الإعرابية الأخرى ماذا سيقع. جاء القاضي، القاضي هنا جاء فاعل، أي أنه جاء في حالة الرفع، وعند تنوينه في حالة الرفع يصبح جاء قاضٍ. في الحالة الثالثة سلمت على القاضي. إذا القاضي هنا جاءت اسم مجرور لأن قبلها حرف جر وهو على، وفي التنوين سيصبح سلمت على قاضٍ. والاستنتاج إذن القاضي هو اسم منقوص. إذن إذا جاء المنقوص نكرة حذفت ياؤه لفظا وخطا في أي حالة؟ في حالتي الرفع والجر، في حالتي الرفع والجر.
وبطبيعة الحال تثبت ياؤه في حالة النصب وينون بالفتح. أما المثال الأخير، ذهبت إلى الصحراء الواسعة. الصحراء هو اسم ممدود لأن آخر همزة قبلها ألف، وفي تنوينه يصبح ذهبت إلى صحراء واسعة. والاسم الممدود في جميع حالاته الإعرابية يعامل في تنوينه معاملة الصحيح. وشكرا.